المسألة الثانية، سمعنا في هذه الأيام تحريض بعض الناس على الجهاد والدعوة إلى النفير العام، وهذا الباب من أبواب العبادات التي لها شروط بينها العلماء. وأود أن أشير إلى شرطين من شروط الجهاد لا بد أن يعرفها الإنسان حتى لا يغتر بما يقال وبما يسمعه. فمن شروط الجهاد القدرة، القدرة على القتال. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في مكة في حال الضعف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم لما يمر على الصحابة وهم يعذبون تحت الشمس وتوضع على صدورهم الحجارة الحارقة، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل. عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل، ولما يخرج يأجوج ومأجوج يحرز بالمؤمنين إلى الطور خلف الحصن، لأنه لا قبل له بقتال يأجوج ومأجوج. هنا جانب ماذا؟ القدرة. فإذا لم تكن هناك القدرة فلا يكون جهاد. كيف تقاتل من غير قدرة؟ ومن سنة الله سبحانه وتعالى أن يبتلى أهل الإيمان بأهل الكفر، وقد يحصل لهم القتل، لكن يستمر الإنسان على الصبر والاحتساب. اليهود قتلوا أنبياء الله ورجموهم، وهذا عبر التاريخ. فلا يشرع الجهاد من غير شرط القدرة. والذي يدعو الناس اليوم ويدعو الشباب والنداءات العامة بالنفير واخرجوا إلى الجهاد، هذا تغرير، تغرير بالأمة وتغرير بالشباب. إلى جانب الشرط الثاني الذي أردت أن أشير إليه، وهو أن الجهاد منوط بإذن ولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. فليس هذا الأمر لآحاد الناس، كل واحد يكون لمجموعة ويقول نقاتل أو نذهب أو نسافر من غير إذن ولي الأمر، لا. فيحذر الإنسان من هذا الطرح الذي يسمعه، وينبغي أن يعرف أن مثل هذه الأبواب لها ضوابط ولها شروط.